قانون منع الجرائم قانون نافذ من سنة 1954 تقريبا، ويجب أن يعاد النظر فيه ليواكب التشريعات الحديثة والتطور الحاصل بالمجتمع والحقوق والحريات العامة. بنأيد تعديل قانون منع الجرائم، لأنه ممكن شباب يرتكبوا جرائم في عمر معين ويظل القانون هذا معيقهم طول حياتهم، بخصوص أنه يطلع ممنوع يطلعوا بالليل وممنوع كذا وهيك، يعني التسهيل على الشباب وعلى المواطنين. جيله ممتاز أكيد طبعا، لأنه يعني تطور، احنا بنبحث دائما عن التطور، وهذا أمر فيه تطور حسب، لأنه أنت لما بدك تدرس في حالات بتصير تدرسها بيجيب طبعا قانون حتى أنه يكون مناسب للمرحلة، لأي مرحلة قادمة طبعا هذا يفيد. والله قانون منع الجرائم المشكلة أنه بعطي سلطات واسعة للمحافظ والجهات الإدارية، وبالتالي هذا بتوقع أنه يؤثر على الحقوق والحريات العامة بشكل عام، وعندنا أزمة إحنا حقوق وحريات عامة، فما بالك لما توسع الصلاحيات القضاء والادعاء العام بيقوم بالمسؤولية. بيتعدل لأن في أشياء ثغرات كثيرة مش موجودة فيه، لازم يتعدل لأنها قديمة جدا وعفى عليها الزمن.